بصوا بسم الله ما شاء الله الوش المحروق ده، ده المزاج كله. القشطه وهي بتضرب كده السكينه بسم الله ما شاء الله وتتحط هنا. بص كده يا باشا، بص يا باشا، بص الجمال. اللهم صل على النبي. بندق بندق، الله اكبر. حط يا حمد باشا. تعالوا بقى اعرفكم البدايه، البدايه من هنا الاكله وكمان الرز بلبن والزبادي. عم حمدي حبيبي يا عم عبد الرز المعمر، انا طول عمري باجي اخده من هنا بحكم ان انا هنا هو شارع فاضل الوسطاني وهنا شارع عبد الرشيد، وحمدي يعتبر اخويا وصاحبي وربنا يبارك لك. هناكل ايه دلوقتي؟ اللي انت عايزه فيه. اهم حاجه في المهلبيه، اهم حاجه عايزها حاجه واحده، القشطه. طلع لي القشطه عشان تقول لنا ايه الفرق. اطلع لي كده اللهم صل على النبي. قشطه بلدي. اوه دي القشطه البلدي المبرومه. تعالى لي كده يا حمد باشا اهو، لان في قشطه نباتي. ايه الفرق بقى؟ احنا عايزين نعرف عشان انا جاي لك نوع، عشان كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم وداخلين عليه، فعايزين كل حاجه يعتبر تتقال. دي القشطه؟ دي القشطه البلدي. البلدي طبعا، هي لفه كده اهو صح؟ اه دي اللفه بتاعتها. دي اللفه بتاعتها، اللهم صل. ايه الفرق بقى؟ قول لي. تعالى كده هلف لك من الناحيه الثانيه يا حمدي، امسك كده. الفرق ان القشطه دي ايوه لبن طبيعي بلدي، اه غير القشطه المصنعه، لبن بيبقى لبن مصنع نباتي. نباتي نباتي ده. آه. لكن دي طبيعي حيواني. طب دلوقتي بقى الزبون يعرف ازاي الفرق ما بين القشطه دي والقشطه دي؟ طعم. بيحصل ايه؟ تانية فيها سنه مراره. تمام. ما بتقعدش. ما بتقعدش. لا ما بتقعدش، ملهاش صلاحيه. ملهاش. ما بتحس ان هي كده اه مخنوقه شويه. زي الزبده النباتي بالظبط. اختها. اختها. بس دي مراره كمان، يبقى فيها سنه مراره. مفيش. طيب دلوقتي والسعر يفرق. يفرق كام معاك السعر؟ لا التانية جملتها ب 60 جنيه، دي ب 200 جنيه الكيلو. طب دلوقتي احنا عايزين نسأل في حاجة، إن لو حد حب يعمل القشطة يعملها إزاي؟ الخطوات بتاعتها. يغلي اللبن. اه. ويشرعه ويخليه يعمل رغاوي بعد ما يغلي، وبعد كده يسيبه على نار هادية لغاية ما الوش الرغاوي دي تروح وينشف ويسيبها، تبرد ويتحط في التلاجة. قد إيه؟ اللبن ساعتين ثلاثة. بس. طلع القشطه بتاعتك. بس احنا بقى بنلفها علشان بتبقى في قلب اروانات. أوه. بتتقطع وبتتلف. طيب الحليب بتاعه انت قلت لي بتعمل مش. بعمله مش، اه بدخله في مش. طب ما في ناس بتحطه في الزبادي. لا احنا ما بنحطوش في الزبادي. اشمعنى؟ ولا نبيعه. ليه؟ اتعودنا على كده. طالما ليه عوزه ساعات اعمله جبنه. اه. اعمله جبنه ملح خفيف، لبن طبيعي. اصل انا بتتباع عندي. أيوه. بتتباع، الكل بيجري عليها عندي. انا بتكلم ليه بالنقطه دي؟ عشان في ناس بيطلعوا القشطه ويقول لك انا استفاد بالحليب، راح مدخله في وسط الزبادي. لا انا اعمله جبنه. جبنه. يبقى جبنه لبن طبيعي، اه ملح خفيف. اه. زي القريش بالظبط. طبعا انا عايز اقول حاجه عشان الناس تعرفها، ان طول عمر طول عمر البان النصر مشهوره ومعروفه بالزبادي بتاعها، بالقشطه بتاعتها، بالرز المعمر اللي انت هتاكله في حته بره. لا هنا حاجه ثانيه. احلى طبق رز بالقشطه. هقول لك حاجه، انا طول عمري عارف بقول لك ايه، انا عايز الوش المحروق. الوش المحروق، بص بسم الله ما شاء الله الوش المحروق ده، ده المزاج كله. المزاج كله. الاكل امزجه. لا ده المزاج. طب لك رايق. اه. في اللي يقول وش رايق. اه. وفي اللي يقول لا ده انا عايزه محروق. لا محروق، انا بحب الوش ده. طب ده بقى نتيجه ان هو سوى انت مظبطه عليه شويه. اه ما انا اللي بقعد على السوا. انا اللي بصنع. تصنيع فرن ما عندناش حد. مفيش. غريب بيصنع. انا عايز اقول لكم، انا واخويا الكبير فريد. فريد ربنا يديله الصحه. عايز اوريكم على حاجه بقى، القشطه وهي بتتضرب كده السكينه بسم الله ما شاء الله وتتحط هنا. بص كده يا باشا، بص يا باشا، بص الجمال. اللهم صل على النبي. وفي احلى من كده؟ في. قول لي ايه تاني؟ في. نحط ايه تاني؟ قول لي. قول لي يا حمد. قول لي يا حمدي. بندق. ايه؟ بندق. بندق، الله اكبر. حط يا حمد باشا. وايه تاني؟ ده كده كتير قوي عليا. انا كده بعمل دايت. زبيب. وزبيب؟ بقول لي ايه؟ مش عايز جوز الهند، مش عايز جوز الهند، ما بحبهاش. ما بحبهاش. انا جوز الهند. ده في بقى اللي بيحط حلاوه وعسل. كمان؟ اه. طب اديني انا معاك النهارده. النهارده يوم بحب ربنا. النهارده يا حمدي حط لي حط لي حط لي. ايه ده كمان؟ عسل. ايه ده؟ حلاوه. حلاوه. طالع حته بقى شرحه طويله كده. الله اكبر. ايه ده؟ ايه ده؟ وايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ انت عمال تحط وخلاص. اهدى يا راجل، مش طيبين. طبعا هو حمدي مش غريب وانا مش غريب، انا من منطقتكم، فاضل وسطاني جنبيكم هنا. كام سنه بقى بتاخد من عند حمدي هنا؟ يعني من ايام والده؟
اجيال صح الزبادي يا حاجة؟ عايز الزبادي؟ عيني اتفضلي الزبادي هو حاجة. اتنين يا حاجة؟ واحدة ولا اتنين؟ اتنين واحدة؟ عينينا. وحضرتك عايز ايه يا استاذة؟ عايز عاشورة. عاشورة؟ عيني اتفضلي يا حاجة اتفضلي. عايز حاجة تاني؟ لا مفيش اي حاجه. اتفضلي يا حاجه دي من هنا ليكي. ادي يا باشا ما ينفعش ينفع والله ده انت ولاد منطقتي. خلاص يا حاجه انت ولاد منطقتي. انا زدني شرف. اثنين ايه؟ اثنين عشر. فين العلب يا محمد؟ محمد انت مالك النهارده مش مظبوط ليه النهارده؟ يا حمد انت فاجئتني بقى يا استاذ. هو كده كده يا حمد حبيبي ربنا يخليك اخويا. دي يا حاجه هديه من هنا ليكي. خلي بالكم النصر طول عمره كده والده الله يرحمه من الناس الكرمه. عايز ايه يا حضرتك؟ اثنين رز ولبن ولا اثنين زبادي؟ ده زبادي. انت اول مره تيجي هنا؟ لا ربنا يديك الصحه. يعني حضرتك من من زمان من ايام الحج؟ ايه من ايام الحج؟ الحج اه من ايام الحج. احنا برضو وعينا عليهم. ربنا يديك الصحه. ما ينفعش يا حمد انت جيت لنا النهارده يوم عالمي. النهارده يوم عشان انا جيت لهم مكان. فالنهارده يوم عالمي شرفتينا. انا بقالي كتير ما بشوفوش. انا زادني شرف. طب احنا دلوقتي كده انت متاكد ان اللي هياكل دي هيقدر يقاوم في الصوم ان شاء الله؟ كلها فيتامين. كلها فيتامين. ربنا يستر يا حمد. ربنا يستر. طبعا ما فيهاش حاجه مصنعه. لا انا هقول لك على حاجه. الله اكبر. الله اكبر. الحلاوه هي الحلاوه الطحينيه اللي احنا متعودين عليها وكمان القشطه والبندق. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا اللي مش هيفكر ياكل الجمال ده ما يجيش رود الفرج ويتمتع. انا هنا انا بتمتع منطقتي وافتخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هم يا جمل. ايوه انا شباب بتاع عدنان. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ كله هيبقى. مش انت بتاكل الناس كلها تقول لهم هم يا جماعه؟ اه والله العظيم بغض النظر عن الاكل والشرب. بس حمدي تاريخ. والده الله يرحمه تاريخ. انا هرجع لدي سيبها لي. ده عمر الدين. انا عايز اتكلم عن حاجه القشطه ومعاها كمان كده حته الحلاوه الطحينيه والبندق. الواحد يسمي بسم الله. ايه لا لا. طب هقول لك على حاجه. الطعم اتغير من ايام الجد. لا هو بس هقول لك على حاجه. اي حد هيفتكر ان دي تقيله. لا لكن والله ابدا. القشطه الطبيعي تحت والرز بلبن والمكسرات والحاجه ولا تقيله ولا مضره. عشان طبيعي يعني هي ولا تقيله ولا مضره. كل حاجه جميله. انا من نظرة عيني شايف. لو من السوري مش هجيب. لا 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 القمر الدين هنا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بص تاكلش كده. بندق كمان. اه كده بندق. اللهم صل على سيدنا محمد. بس كده يا حمدي. يا حمدي حمدي انت كده هتجيب لي بنعوض جوسيه دي. انت بتاكلها؟ لا ما بحبهاش بصراحه. عشان حاجه انا بحب الجوسيه بس بحب البندق قوي. هو مع القمر الدين تحفة. حاجة تانية طعم تاني مختلف. لا لا هنا كمان في حاجة تانية. أنا ما بجيبش سوداني. لا أنت أنا 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 يعتبر بحترم جدا المحلات اللي بتعمل كده. اللي هي بتحط سوداني بندق بتدلع العميل بتاعها. تقول لك أنا متعه وأكله وأخليه مبسوط. لكن هو مش ده. أي حاجة ياكلها. أيوه لازم. طيب احنا دلوقتي هنا في ايه تاني؟ مهلبيه؟ طبعا ده عنده مهلبيه. عنده مهلبيه فرن. لا ده المهلبيه الفرن دي حتى تسويتها محدش يعرف يطلعها. بص يا باشا المهلبيه دي انا لفيت بلاد كتير جدا. رز فرن. ورحت اماكن كتير جدا وكلت عند ناس كتير جدا. بس المهلبيه بتاعت البان النصر اللي حمدي بيعملها ما شفتهاش تاني. بصوا هو ده الشغل. هو ده الشو. يضرب كده المهلبية كده يسمي بسم الله. همي يا جمال. همي يا جمال. همي يا جمال. همي حمدي 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 حمدي. بصوا كده احنا جربنا ثلاثة. ايه تاني؟ في عاشورة. اديني العاشورة. هات العاشورة كده يا باشا. دي بقى اللي كانت بتعملها امي وامك. طبعا. وطبعا دي ليه؟ لان برضو احنا متربيين مع بعض. يعني اللي هيجي يقول لك يا عدنان ايه طبعا هو انت تعرفه؟ اه لا حمدي اعرفه. آه والده ربنا يديله الصحه يعني الله يرحمه ويسامحه ويغفر له. يعني كان يعني كان بيعاملنا ان احنا كنا اولاده. سندوتشات كمان كانت هنا حكايه. وكوبايه اللبن تتشرب الصبح في الازازه المضلعه. ما عندكش ازازه مضلعه؟ وايام الفطير مفيش واحده ازازه مضلعه مش موجوده دلوقتي. والفطير
ازازه ياسين كوبايه ياسين. بصوا بسم الله ما شاء الله العاشوره العاشوره العاشوره. بصوا الله اكبر تقيله نشا يا اخبار ايه اللبن. لا لا كل حاجه جامده. لسه بنتكلم على غفله. انت جاي لي على غفله. لا والله مش عاملنا معاك. انا شفت المدام ربنا يبارك لك فيها. الله يخليك. قلت لها كلمي لي حمدي عشان انا اصور. حمدي بامانه حاجتك حلوه الحمد لله ان انت حافظ. ما تخيرش عن حاجتك برضه. ربنا لا ربنا يبارك لك وربنا يبارك لزوجتك ويديها الصحه. الله يبارك. الزبائن قوموا يا حاج. طبعا احنا اسفين يا رجاله. احنا النهارده هنبيع فريق من غير فلوس. النهارده مفيش فلوس. انت عايز ايه بقى؟ هو اللي بيبيع. عايز كام واحد؟ اثنين. يلا يا باشا اثنين. اثنين زبادي يا باشا. اثنين زبادي. وانت عايز ايه؟ طبعا رز. طبعا واحد بس. واحد بس. واحد. النهارده نبيع ببلاش مفيش فلوس. مش عايز اكتر؟ بجد والله. يعني ده اخد خمسه سته براحتك. انت منين بقى؟ هنا من المنطقه؟ المنطقه يا باشا. كانوا يبقى الحمد علي النحاس. لا والله الله يرحمه. الحمد علي النحاس ده من الناس الطيبه. لبن حلو كل حاجه حلوه. يا باشا يعني انا منطقتك يا باشا مفيش فلوس النهارده. لا النهارده فري. فري. النهارده ببيع. النهارده ببلاش. انا هنا بفضل وسطاني. يعني منطقتي. واحد بس رز؟ طب نخليهم اثنين. عشان خاطر خليهم اثنين. حد اثنين يا باشا. ابيض. تاخد معمر؟ انت كنت بتحب المعمر ولا ما بتحبوش؟ بحب ده وبحب ده. طب ما تاخد واحد اهو. خد يا باشا. هات واحد يا باشا وواحد يا باشا. واحد يا باشا وواحد يا باشا. تعالى. الزبادي بقى لازم نتكلم على الزبادي. الزبادي بصوا بقى الزبادي هنا. الزبادي بصوا طالع من الحضانه والقوام بتاعه زي ما هو. اهم حاجه ان انتوا تاخدوا كوبايه الرز بلبن والزبادي والمهلبيه وكل حاجه حلوه عند هوبا. بصوا بسم الله ما شاء الله. حبيبي الله عليك. الف انا حسن. احنا بقى نتكلم بسرعه كده عن الاسعار. الزبادي ب 5 جنيه. الرز بلبن الفرن ب 10 جنيه واللبن الكبير ب 10 جنيه والصغير ده ب 7 ونص. طيب كيلو القشطه 200. ايه تاني عندنا اللي هو ده ب 7 ونص. ده رز ابيض. ده ايه؟ عاشوره. عاشوره 10. 10 وقمر الدين. قمر الدين 15. والمهلبيه 10 و10. 10 و10. اللبن بقى كيلو كام؟ ب 20. بعشرين. الطبق اللي انا خدته ده اللي هو قشطه على بندق على زبيب على حلاوه ده بقى بطلعه ب20. نعم. انت 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 بتتكلم كلام جد؟ اه والله. 20 جنيه يا باشا. اه والله بطلعه ب20. يعني قشطه على مكسرات على حلاوه بطلعه ب20. محمد انت مش متخيل يا حمدي. معلش بالعشاء الثانيه قشطه. بص يا حمدي انت مش متخيل الوضع هيبقى عامل ازاي. انت متاكد ان الطبق ده اللي انا اكلته ده ب 20 جنيه بس ما بيتحدش عليه الحلاوه. لا الحلاوه بكام؟ لا هي كبيره قوي قوي 25 جنيه لما يكون كده. 25 جنيه يبقى حلو. امال يا بنت لكن بغير الحلاوه انا بطلعه ب 20 جنيه. ماشي خلاص يبقى هو كده ده ب 25 جنيه. اللي انا عايزه يا اموري ده من غير اي فلوس. عايزه كام واحد؟ ماشي اثنين واثنين يا باشا. اثنين واثنين. النهارده احنا هنبيع كله وفضي الله النهارده ما فيش فلوس. بصوا بقى انا اللي هوصف لكم العنوان. كل مره بقول للناس العنوان فين لكن انا يعني انا لان انا حافره في قلبي. يعني العنوان بتاع المحل هنا انا حافره في قلبي. هو في شارع ابن رشيد يعني معروف رود الفرج. هتخشوا وتقولوا فين البان النصر قدامكم الناحيه الثانيه عم احمد ضبو والاشرم هتلاقوا هنا الميعاد بقى من الساعه كام؟ من 10 الصبح. من 10 الصبح. من الصبح من 10 الساعه 2 بالليل. تخيل بقى لما تيجي تشتري لحد 3 لكن احنا 24 ساعة طول العمر. طول العمر. لكن في الشتاء بنقفل بالليل. طب في رمضان كل سنة طيب؟ لا ما بنقفلش. ما بتقفلش. الفجر اول ما بنشطب بنكون عشان بنشتغل الصبح. حاضر عينيا يا بنتي. يعني 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 في رمضان الناس تيجي تتسحر عادي هنا. احنا لحد الفجر موجودين. كيلو لبن بكام؟ ب 20. ب 20 جنيه؟ كيلو لبن؟ كام بونت؟ لا سبعة ونص. ما يقلش عن 7 بنت. ما يقلش ها؟ ما يقلش عن 7 بنت اللبن عندي طول عمره كده. انا حمدي ربنا يبارك لك ربنا يزيدك من ايام الجد وهو كده وربنا يفتحها عليك بقى. الله يمين يا رب. الله حاجه طعمها زي ما هي بسم الله ما شاء الله. ده يعني انا مبسوط. شرفنا. انا اللي شرفت والله. انا مبسوط والله. انا مبسوط يعني ربنا اللي يعلم يعني والله. انا مبسوط قد ايه؟ انا مبسوط لان انا هاكل اصلا الطبق اللي انا بحبه اللي انا جاي له من صغر. وفي ب 10 جنيه قشطه؟ ها؟ عادي. طب بتظبطها ازاي؟ الميزان موجود. بالميزان. يعني 100 جرام.
50 جرام صح؟ اه مسطرة ما بنوزنش يا استاذ بالبركة صح؟ اه خليها على الله خلاص بقى ده فري عشان استاذ عدلان النهارده خدي معالق خدي كمان معالق يا بنت ربنا يكرمك انت من هنا من المنطقة؟ ألف أهلا وشفا منين؟ أهلا وسهلا أجيال مفيش حد هنا تلاقيه غريب وكبير يجي يقول لك وانا صغير كنت ربنا يبارك لك الرز طالع؟ اه الرز طالع؟ فين الرز؟ الرز الرز لبن ولا رز ايه؟ قول لي هتصبه؟ الله اكبر استنى انا هوريكوا ايه؟ ده انا هوريكوا بقى حاجه جامده تعالي انت رايح فين؟ انت هاتني كده عشان توري الناس النص والنص يا عم مش وريني كده بصوا بقى طالع من الفرن اللهم صل على النبي نار نار وهيخش يتزبط وهيخش عشان ياخد وش التاني خش يا حمدي انا عايز اقول لكم على حاجه حمدي 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 احلى سلام لحمدي واحلى سلام لكل الناس ست المحترمه زوجته انا بشكر حضرتك ربنا يبارك لك فيها تعالى طب انت مكتوبه ايه بقى يا مكتوبه ليه يا ابو محمد مكتوبه ليه يا ابو محمد تعالى يا ابو محمد يا ابو محمد تعالى ربنا يبارك فيها الله يبارك لك ربنا يبارك لكم وانا انا انا زد شرب ولا انت تعرفيني قالت لي انا اعرفك طب بشوفك يا خلاص انت مجاوع على طول محمد ابني يا اه على طول هو راح فين ربنا يخليك يا حمدي ربنا يبارك لك يا حمدي الله يخليك يا حمدي انا عايز اقول لكم على حاجه دي الناس ولاد المنطقه انزلوا ورود الفرج وشوفوا الجدعان والمحترمين وحمدي في شارع فؤاد البستاني شارع ابن رشيد قدام حين جهالم قدام الاشرب وضبه وشارع فؤاد البستاني ده منطقتي بشكرك ربنا يبارك لك وربنا يزيدك وربنا يبارك لام محمد ست المحترمه دول الستات الجدعان اهو بص بقى بصوا بصوا هقول لكم حاجه وراء كل رجل عظيم ست عظيمه اهو شايفين اهو ربنا اللي اراد عشان خاطر ابلغ الرساله دي لما يكون عندك ذكريات حلوه وتحب اهل منطقتك لازم تروح تدعمهم وانا بدعم حمدي وزوجته واتمنى من كل متابعين اكل عدنان يجوا ياكلوا الزبادي والرز بلبن وكل حاجه حلوه من عندهم لانهم حاجه معموله بالجدعنه والكفاح والاحترام اهل دود الفرج اهل شبرا اهل متابعين اكل عدنان كلهم ببعت لهم سلامي شكرا انتوا رايحين فين يا بنات رايحين فين خد يا قمر خد يا قمر خد يا ولد خد يا ولد تعالى تعالى خد انتوا عارفين انا بعمل ليه كده عشان ابوه الله يرحمه كان بيجمعنا كلنا واحنا عيال صغيرين ويفرق علينا فاحنا بنعمل ده عشان لما انتوا تكبروا تعملوا زينا خد يا حبيبي يلا تعالى يا باشا خد يا باشا بس ما خدتش الصوره مش مشكله هو هتتصور اسمك ايه يا ميدو حجاج 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 اجدع سلام لحجاج وليد حجاج خد يا باشا تعالى مين تاني هنا انت اسمك ايه خد اهو الولد الصغنطوط ده يلا بينا يلا بينا يا رجاله انت اسمك ايه محمد بمدرستي يا محمد اتفضل يا حبيبي وانت في سنه كام؟ رابعه خد يا حبيبي انا يلا هتاخده بقول لكم هتاخده انا هتاخد اهو اتفضل اتفضل النهارده بيعلم بلا ربنا اليوم جميل اهو يلا يا باشا يلا يا باشا مين انت؟ حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي اوعى الوقت انت مش دفعت 10 جنيه؟ خد يا عم يا حاج يلا عشان ما تزعلش خد يا حبيبي فين القمر؟ ايه يا قمر؟ ايه اسمها ايه؟ سادة ساشا 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 انا بنت اخويا اسمها ساشا خدي يا قمر تعالي خدي خدي دي يا بنتي انا كل الرساله عايز اقولها لحضراتكم ان احنا اتربينا على كده البان النصر اتربينا من ايام والده الله يرحمه وحمدي بيكمل المسيره انا اتمنى من كل متابعين قبل عدنان ان هم ييجوا هنا يعتبر شارع ابن رشيد وجامع الجهاني هون قدامكم زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هتيجوا من عنده من عند رود الفرج هتمشوا هتلاقوا البان النصر هنا على الشمال والاشرم وضب والناس دي كلها والاطفال الحلوين ربنا يبارك لهم ابعت سلامي لكل الناس على مستوى العالم كله في اي دوله يشرفونا في مصر